قد أفادت الدراسة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035 أن الجزائر تنتج حالياً 34 مليون طن سنوياً من النفايات، وسوف ترتفع هذه الكمية إلى 73 مليون طن سنوياً آفاق 2035، حيث يعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد السكان الذي سيفوق خلال هذه الآفاق 50 مليون نسمة، إلا أنه يمكن استرجاع 50% من هذه النفايات إذا تم وضع نظام ناجع لفروع تثمين النفايات بما فيها النفايات المنزلية والنفايات الخاصة والخاصة الخطرة، مع العلم أن نسبة الاسترجاع الحالية لا تتعدى 10%.